طيب وصلنا المباشر معكم مستمعينا، مازال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعه في برنامج اللامولاتي، وغادي نمشي لدوازتي. اليوم نقترح لكم بريوات مالحين بالجبن. غادي نحتاجوا في المقادير العلبه ديال الجبن اللي هو معلب العادي اللي ما يكونش يعني بالاعشاب، غير الجبن المعلب العادي. غادي نحتاجوا بيضه واحده كامله، 4 حتى 6 القطع ديال الفرماج مربع، من الافضل نديروا الفرماج مربع لانه تيكون كريمي، غادي يمشي مع هذه الوصفه. غادي نحتاجوا بصله متوسطه مشلضه رقيق، يعني ما نشلضوهاش غليظه ولا كبيره، وانما تكون مشلضه رقيقه. غادي نحتاجوا كذلك شويه ديال المعدنوس اولا شويه ديال الثوم القصبي اللي هو لا سيبولات، على حسب اللي كاين اللي متوفر في الحشوه. كذلك غادي نحتاجوا القطع ديال الدجاج، يعني صدر ديال الدجاج نقطعوه هكا على شكل بغوشات مكعبات بحال شكل ديال القطبان كيف كنقطعوا القطع. قطع ديال الدجاج يكونوا مقطعين. وبالنسبة لهاد الوصفة احنا درنا الدجاج، وممكن تعوضوا باللي عندكم توفر، عندكم السلمون الصومو، عندكم مثلا الكفتة يعني الأنواع ديالها، عندكم مثلا القمرون، يعني على حسب الحشوة اللي بغينا، غير واحد الكمية صغيرة، غير واحد شوية باش كنشحروا مع ديك البصلة وكنخلطوا مع هاد المقادير. وغادي نحتاجوا الورقة ديال البسطيلة. هادو هما المقادير تقريبا. وبالنسبة للعطرية فعلى حسب التنسيمات اللي بغيتوا، بغيتوا ديروا شرمولة ديال الحوت يعني الملحة البزار شويه ديال التحميره شويه ديال الشونيه الحاره على حسب المعدنوس كيف قلنا. الا بغينا نديرو الشرموله ديال الحوت، بغينا نديرو العطريه ديال الشاورما، عندنا في الدار عطريه الشاورما حتى هي كتعطي واحد النكهه مختلفه. بغينا نديرو غير الثومه غبره والبصله غبره حتى هي كتلذذ. بغينا نديرو غير البزار، ما نديروش الملحه لانه هاد المقادير كلها كتكون مالحه، فما يحتاج اننا نديرو الملحه باش نتحكموا في المذاق، ونديرو غير البزار مع الشونيه الحاره مع داك المعدنوس. فكيبقى العطريه على حسب اللي بغيتو، على حسب التنسيمات اللي بغيتو. هادو هما المقادير والطريقه سهله ديال هاد الاختيار ديال هاد البريوات بهاد الحشوه. فغادي ناخذو كسرونه متوسطه، غادي نديرو على عافيه مهيله، غادي نديرو واحد المعلقه صغيره ديال الزيت، وغادي نشحروا فيها ديك البصله. قلنا البصله نشلضوها رقيق، يعني رقيقه بزاف، باش ما كتجيناش كتغزز هكا مع هاد المقادير. نحاولوا ان نديروها رقيقه بزاف، يعني حتى نقردوها رقيق عاد نديروها مع ديك المعلقه ديال الزيت، اما في المقله اولا في كسرونه هكا متوسطه. كنشحروا مزيان هذيك البصله الرقيقه اللي مشلضناها رقيق. ملي كتنزل البصله تنضيفوا القطع ديال الدجاج مقطعين هكا مربعات قطع صغيره. كيف ممكن اننا نعوضوا دوك قطع ديال الدجاج؟ قلنا بالكفته ديال الدجاج اولا الكفته العاديه، نديروا شويه ديال القمرون غير واحد نص ربعه ولا ربعه، يعني القمرون حتى ولو كان حبات هكا ناخذهم نقطعهم طريفات صغيورين، يعني كل حبه ديال القمرون نقطعوا طريفات صغيورين ونضيفوه مع ديك البصله. ممكن نديروا قطعه واحده ديال السلمون هكا مقطعه طريفات صغيورين كيف قلنا، ولا قطع ديال الدجاج اللي درنا في هاد الحشوه. كنشحروا كل شيء، يعني ديك البصله كنشحروها مع دوك القطع ديال الدجاج اولا اي حاجه كانت عندنا في الدار ودرنا بها الحشوه غنعمروا بها. وكنبقاو نشحروا دوك القطع ديال الدجاج مع ديك البصله. بعد ما كتكون البصله مشلضه رقيق ونزلات مزيان، عاد ديك الساعه كنضيفوا القطع ديال الدجاج اولا السلمون اولا الكفته اولا الكفته ديال الدجاج اولا القمرون، وكنشحروا مزيان. ملي كتخلط البصله مع هذاك الشيء اللي درنا، عاد ديك الساعه كنديروا العطريه. قلنا العطريه على حسب اللي بغيتو، ممكن نبقاو غير في البزار بوحدو مع شويه ديال الشونيه الحاره، ما نديروش الملحه لانه كلشي مالح. كيف ممكن اننا نديرو شويه ديال العطريه ديال الشاورما حتى هي كتعطي مذاق مختلف. ممكن اننا نديرو الشرموله ديال الحوت اللي فيها التحميره اللي كتعطي اللون وفيها كذلك الشونيه الحاره. فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم. ملي كنضيفو العطريه كنخلطو هادشي كله مزيان، وعاد ديك الساعه كنديرو علبه ديال الجبن، كناخذو داك الجبن المعلب العادي اللي بلا اعشاب كنضيفوه على هذا الخليط، وكنديرو عافيه مهيله وكنبقاو نحركو. كنشوفو داك الجبن بدا كينزل غير واحد شويه، ماشي نتسناو حتى كيذوب، كنبقاو نشوفو انه داك الخليط ديال الجبن بدا كيتخلط مع البصله مع هذاك القطع ديال الدجاج، وبدا كينزل واحد شويه. كنضيفوا 4 حتى 6 حتى 8 القطع ديال الفرماج مربع كريمي، على حسب القدره على حسب الكميه ديال الحشوه اللي عندنا. ممكن نبداو ب4 القطع فما فوق، كنضيفوهم كذلك وكنبداو نحركوا، كنبداو نحركوا على عافيه مهيله. ملي كنشوفوا داك الخليط بدا كيتخلط مع ديك البصله مع دوك قطع الدجاج مع ديك العطريه مع داك الفرماج مربع كريمي مع داك الجبن المعلب اللي قلنا العادي بلا اعشاب، كنبداو نخلطوا. كنشوفوا داك الخليط صافي تخلط مع بعضياتهم، خليط اللي هو رطب يعني ماشي قاصح وفي نفس الوقت ماشي سائل يعني ماشي دايب وانما كريمي. عاد ديك الساعه خارج النار
ما كنطفوش العافيه وانما كنحيدوا ديك المقله ولا ديك الكاسروله من العافيه كنحيدوها واحد شويه حطوها في بوطاجير وكنضيفوا بيضه وحده كامله كنضيفوها على داك الخليط كنحركوا مزيان بالمعلقه ديال الخشب حتى كنخلطوا مزيان ديك البيضه مع هذاك الخليط عاد ديك الساعه كنرجعوا العافيه غير باش يتخلط مزيان يتجمع لينا يطيب لينا داك شويه بديك السخونيه كيطيب مع ديك العافيه مهيله فضروري باش ما يتكورش لينا داك البيض ويطيب وحنا مازالين كنخلطوه نحاولوا اننا باش نتحكموا في هذه الحشوه ملي كنخلطوا هذه المقادير كلها عاديك الساعه خارج النار يعني نحيدوا هذيك البقله اولا ديك الكاسترونه نحيدوها من العافيه نحطوها على جنب ونضيفوا بيضه وحده كامله نحركوا بسرعه يعني نحركوا بالزربه نحركوا هذيك البيضه باش تخلط لينا مع داك المقادير لانه هذيك البيضه هي اللي كتجمع لينا بما انه فيها بياض البيض فملي كنديروا هذه الحشوه في البريوات اولا في السيكر ما كيخرجوش لينا ما كتجيناش مايها هكا خارجه من الجناب وانما كنقدروا نتحكموا فيها كتجمع لينا هذاك الخليط كنحركوا مزيان هذيك البيضه في هذاك الخليط وكنرجعوها للعافيه غير واحد شويه واحد جوج دقائق يعني كنبداو نحركوا باستمرار كنبقاو غادي محركين وحنا كنخلطوا هاد المقادير كلها صافي من بعد كنطفيو عليه العافيه وكنخليو هاد الخليط حتى كيبرد نرشوا عليه اما المعدنوس اما الثوم القصبي لا سيبولات من الافضل نخليوه هو طري باش كيبقى في داك المذاق ديالو كيف ممكن نديروه يعني مع هاد المقادير يعني ملي كنضيفوا هادشي كله نضيفوا البيضه نضيفوا الثوم القصبي مقرد رقيق اولا شويه ديال المعدنوس مقرد رقيق كنخليو هاد الخليط ديال الحشوه حتى كيبرد مزيان وديك الساعه كنعمروا به الحشوه ديالنا كنعمروا به ناخذ ورقه البسطينه نقطعهم اما على شكل اشرطه سميطات هكا شويه عراض الا بغينا نديروهم بريوات وناخذوا شويه من المعلقه من ديك الحشوه ونديروها ونبقاو نبرموا على اليمين على اليسار بطريقه كيف كنديروا البريوه هكا كتجينا مثلثه ممكن نديروا السيجار نص ديال الورقه يعني ورقه صغيره ديال البسطيله كناخذوا المقص وكنقسموها على اربعه يعني كيجينا بحال مثلثات اربعه ديال المثلثات كل مثلث كنمشيو الجهه اللي فيها اليمين واليسار يعني فيها جوج قنات وكنديروا شويه من ديك الحشوه هكا بشكل طولي باش تجينا على شكل صبيعات كنبرموا واحد الجهه من اليمين واحد شويه ديال الورقه كنبرموا الجهه الثانيه ديال الورقه على داك الخليط وكنبقاو غاديين وكنبرموا من هذاك القنت اليمين واليسار كنبقاو غاديين بلاصه فين عندنا الحشوه كنبقاو غاديين حتى كنوصلوا القنت واحد اللي بوحدو صافي من بعد كنسدو وندهنوهم بشويه ديال الزيت والزبده يعني مدوبين خلطوهم مزيان نديرو ندهنوهم بالشيته وندخلوهم الفران حتى كيطيبو كيتحمرو كيجيو لذاد حشوه مختلفه على حسب اللي عندنا في الدار كيف قلنا قطع ديال الدجاج الكفته ديال الدجاج نفرتوها وندفوها مع الخليط الكفته العاديه عندنا مثلا شويه ديال القمرون بقى لينا عندنا شويه ديال الحوت عندنا شويه ديال الكالامار مع فريخه مع الفرخ مثلا نقطعهم طريفات صغيورين نسموهم بالعطريه اللي بغينا ونضيفوا داك الجبن مع هذاك القطع ديال الفرماج كريمي الا بغينا مثلا هاد الحشوه اللي درنا بدل ما اننا نعمروا بها الورقه البسطيله اولا يعني البريوات ولا السيكار ممكن اننا ناخذوا هذوك لي فون اللي كنديروا بهم يعني داك العجين المورق ولا العجين العادي اللي كنديروه هكا اللي كنعمروا به الكيش اولا كنعمروا به يعني هذوك لي فون ديال البيتزا اللي كيكونوا صغيورين كنهزوا من هاد المقادير كلها غير هو بدل ما اننا نديروا هاد الحشوه مخلطه مع هاد الخليط ممكن انه نديروها بنفس الطريقه ونعمروا بها هذوك العجينه الصغيره هذوك لي تارتوليت دوك التورتات الصغيورين اللي تيكونوا مالحين العجينه ديالهم كنهزوا بالمعلقه اولا بداك الجيب الحلواني وكنخرجوا هاد الخليط بالجيب الحلواني على شكل ورده فوق كل تارتوليت يعني صغيوره مالحه اللي بحال اللي كنعمروا بهم بيتزا ولا كنعمروا بهم يعني العجين مورق وكناخذوا هذاك الشيء اللي عمرنا به سواء درنا قمرون ولا السلمون ولا قطع ديال الدجاج نخليه واحد شويه ولا شويه ديال القمرون او شويه ديال الحوت كنخليه واحد شويه وملي كنكملوا هاد المقادير كلها يعني ملي كنكملوا هاد الحشوه كلها كنعمروا بهاد لي فون مالحين عاد ديك الساعه كنرشوا بشويه ديال هذيك الحشوه من الفوق ان كان كفته اولا القمرون هكا باش كيبان لانه ملي كنكونوا مخلطين في الورقه البسطين يعني بريوات ولا سيكار كتجي الحشوه يعني مخلطه مع بعضياتها الا بغينا نديروهم في هذوك لي فون صغيورين فضروري انهم اللي نديرو هذيك الكريمه في الجيب الحلواني ونخرجوها يعني في الجيب الحلواني كنخرجوها كف ديك الكريمه فوق هذوك لي فون فوق هذاك العجين ديال التورته مالحه كنعاودو نرشو بهذيك الحشوه من الفوق ونرشو بشويه السيبوليت اولا بشويه ديال المعدنوس على حسب الاختيار ممكن نضيفو كذلك شونيه الحاره بالنسبه للي كيبغي وكنبقاو في العطريات بالنكهات اللي بغينا نتمنى تجربوا هذا الاقتراح لانه كتجي لذيذه بزاف والطريقه ديالها سهله وبالصحه والراحه